من يوم طالع ايش اسمي نوفا ملفات، فعلنا ملف ال 120 اف او في. هذا الملف بتيح لك تشوف صورة اكبر، تعرف المنظور تبع وارزون جدا ضيق، فزبطناه. ما راح اعطيكم الطريقة، من هسه بحكي لكم احتمال نتبند او يصير مشكلة او يعطوني استرايك على الفيديو او كوبي رايت او ما بعرف اي شيء. بتروح انت تبحث بنفسك كيف تفعل الملف ال 120 اف او في على يوتيوب، بتلاقي ناس ناشرين الرابط وبتحصل على الملف. لسه ال 120 اف او في ما نزلت عليه بشكل رسمي، فالموضوع مش امن 100%، فعشان هيك ما بنصحكم انكم تجربوه، بس انا عملته عشان اوريكم المنظور كيف بصير في الجيم بلاي. فراح ادخل هسه نجربه في المالتي بلاير، وبعدين نجربه كمان في الباتل رويال ريبيرث ايلاند. لو انت مهتم في شحن بورز الموبايل، فسجلت التاجر بوفر لك الاسعار بنص السعر، بتحصل على اشياء ب 100 دولار بتحصلهم ب 50 دولار. فراح اترك لكم روابط التواصل معه، عنده حزم متوفر لسه ما نزلت في اللعبه لانها موجوده على نسخه البي سي. راح اترك لكم روابط التواصل معه، بتلاقي عندك قناه تليجرام، بتدخل بتلاقي كل السكنات الموجوده عنده، في سكنات لسه ما نزلت على اللعبه اساسا، فكلها بشكل رسمي تواصل معه وشكرا. حط ملتي بلاير هيك جيم سريع سريع، والله فاتك متعه في ال 120 يعني. يا مسكين تحزن، يلا لا تفعل بلاش ايش يطير حسابك. طب لو طار تعرف انه بيعرف يطير؟ لا اله الا الله، صوتك مقرف تحكيش. ادخل يا الله، ادخل ملتي بلاير وانت ساكت حبيبي. شيب مد اوف اوف يا ويلي. اسمع، الماب من يمين ليسار باين عندي. ايش بقول؟ الماب باين عندي كامل هيك يعني، هو 200 هذا مو 120. صورت لك صورة اصلا، ببعث لك اياها بعدين. طيب بشر الوالد. هاي موتت برضه، تخيل يعني كل ده موت. هو موت الثاني برضه. اوه ايز ضدنا. بوت. ايز هذا اليوتيوبر. يا ويلي مسوق الايم. مين؟ ايز عرفته؟ اللي راقي. شاني كمان مرة، بس ما ادري. كيف رأيك؟ يا ابوي مسوى الهيد فاير. بلعب فيه وبشكي، بس ما بلعب فيه. شقيت اثنين سريع. تسلم يا جميل. والله يا امك زباله صدق، والله يا امك زباله صدق. مين قال لك انا قتلته؟ لا قتلته. ويا كثير. يلا. فعلا مش ضابط الحساسية، مش متوازنة مع المنظور الجديد. هو يعرف بالاسم. الحساسية زبالة عندي. وكم لبلة؟ تعرف كم لبلة؟ ما ادري، بس المفروض انه عالي يعني. المفروض انه عالي. اوف والله كنت راح اشيل اربعة مع بعض. والله اني توك ام اللعب كذا، الموف من كل شيء. اوف بالزاوية. موت والله، بلشت تسيطر على السلاح، الوضع بلش يصير احسن متى بموفمنت. راح الشتجن دخلها بوجهي يا اخي. في شتجن ناري هون، كيف نشغله؟ انا فجر رمضاني. اوف اوف فجرت وجهه. الحمد لله شلته. الحمد لله مت مت مت. 100,000 جرنيت في الثانية بتنزل. أنا مو مستوعب إنه معي 100 رصاصة، فبعدني مين هذا؟ إيش فيه؟ يا أخي ليش أنا بعمل ريلود كل ثانية؟ مش فاهم. أوف ما أسوي ليه ما عندي؟ يا أخي حرام. أوكي 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 أوكي. إيز لا أتوقع إيز ليفله أعلى من هيك. معنى دح. وأح إدريس تبيع ستيمو سيرم يسيب. تعرف الشايف ده لعب لعبة اللعبة يعني الحين نلعبها نفس الموضوع بالضبط. موتت شلت واحد وموتت، الحمد لله على كل حال. ما شاء الله محترف ما شاء الله. هيك يا حمار دخلت على غرفة لقيت اثنين هيك قاعدين بالغرفة. ما شاء الله الكنترول. يا اخي انت كل واحد عندك بيعرف يلعب كنترول. ايش؟ كل واحد يعرف يلعب عندك كنترول صار؟ انا العب كنترول من 20 سنة، اشوف لعبة، اعرف لعبة كنترول. يا فلسفة. شوف هذا، مين هذا الغبي؟ يا غبي مالك، صحصح معنا.
وين رحت؟ لا هذا مو كنترول، هذا اسرع. يلا الحمد لله على كل حال. اخوي انت يعني قليل ادب صراحة، قدامه وقاعد بهين الغباء ده. وقعت لك اياه. خلوا علي قبيلة قبيلة، خلوا علي. وقعت الثاني قاعد يفنشني الله يلعن. وين وين؟ وقعت لك اياه، شلت لك اياه. رجال بعدين فنشني. اي من وين؟ قلكم والله المشكلة صاحبي جنبي، صاحبي جنبي شالنا بطلقة يمكن. تعال شيلني. يا بيجي واحد يفنشني والله. لو في شي واحد فوق، واحد فوقنا 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 فوق. وين؟ ما ينزل يمكن، ما ينزل يمكن، ما ينزل فوقنا يا حمار. وين يعني؟ خلاص خلاص ساعد ساعد ساعد، خلاص ساعد ساعد. لا ناسي انك ضلك كابس. نموت؟ تم تعطيل الانبعاث. اوه مش راح نرجع. خلاص انتهت طريقة اسلسة. يا اخوي ايش لستحت تعبان اللي معطيني اياه. يعني كيف؟ كيف يعني؟ وانا سابق ومدمج من اول. ما شاء الله ما شاء الله. والله ما اسمع شيء، ما اسمع شيء. الحمد لله. ما في ما في محيط يا اخي، ما في محيط، ما اسمع، ما ادري وين الناس. خلص صح؟ خلاص اتوقع بكفي، بس احنا كنت نوريكم جودة او منظور ال 120 اف او في وشفتوه. شكرا على المشاهدة، زي ما حكيت لكم روحوا دوروا عليه على اليوتيوب ان شاء الله بتلاقوه، وشكرا سيو.